عملاء وخونة وتجب محاسبتهم. صهر آل الأسد يهاجم متظاهري السويداء ويهددهم بالجيش والقوات الأمنية. عائلته دفعت نصف مليار ليرة سورية. الطفل فواز قطيفان حرا، النظام يتاجر بالقضية، إعلامه يشكر الجهات المختصة، والمغردون يهاجمون التطبيل. وثلاثة أخبار من الإدارة الذاتية: مسيرة تركية تهاجم العمال الكردستاني في عمودة، مظلوم عبدي يكشف ما جرى قبل أحداث غويران، وشبيبة الثورية تلتف على تغريداته المسيئة بحقهم. جولة جديدة مما تبقى، حياكم الله. هدد صهر الأسد وقائد ميليشيا مغاور البعث جهاد بركات، هدد المتظاهرين الذين يحتجون في السويداء ضد قرارات النظام. بركات قال في منشور له على فيسبوك إن كل من يتظاهر في الشارع ويهدد الأمن الداخلي للبلاد مجرم وعميل وخائن وتجب محاسبته، مضيفا أن الجيش هذه المرة لن يتهاون كما حصل في 2011. عميل وخائن وتجب محاسبته. مرحبا بكم في زمان جهاد الأسد، جهاد بركات أو جهاد الأسد بالمعية. هو صهر آل الأسد متزوج من ابنة بديع الأسد. من بديع الأسد لا أعلم ولا أحد يعلم، ومن جهاد بركات أصلا لا أعلم. يعني نحن نعلم الكونية الأسد، خلاص انتهى الموضوع. من آل الأسد، متزوج من آل الأسد، فهذا يكفيه شرفا. وهذا جهاد بركات يعني دخل القداسة، خطأ أول خطواته في القداسة والدم المقدس، لأنه من مواليد القرداحة، فبالتالي يحق له أن يبدي رأيه في كل شيء، وصولا إلى ذوبان الجليد في القطب الشمالي. من القرداحة يبدي رأيه الرجل، ختم سلم القداسة، وصل للدرجة العليا، للدرجة الأستاذية، للدرجة 33 في سلم القداسة،
عندما صاهر آل الأسد، تزوج ابنة بديع الأسد، انتهى الموضوع. بالتالي من حقه الطبيعي أن يخرج ويشتم أهالي السويداء ويقول إن هؤلاء الذين يتظاهرون في مدينة السويداء هم عملاء وخونة ويجب محاسبتهم، ويقول إن الجيش يجب أن يتعامل معهم كما يجب وكما يلزم، والجميع يعرف ما قصده بكما يجب وكما يلزم. مرحبا بكم في زمان جهاد بركات. جهاد بركات هذه ليس أول مرة يعني يطيل لسانه. السنة الماضية في أحداث درعا خرج وقال مقابل كل ضابط أو جندي من الجيش العربي السوري يجب إرسال عائلة كل الإرهابي الذي قتل هذا الضابط، يجب إرسال كل عائلته إلى الجحيم، الكبير والصغير والمقمط بالسرير. الأخ جهاد بركات، هذا زمان جهاد بركات، هذا زمانك يا مهازل فافرحي، قد عد كلب الصيد في الفرسان. هذا زمانه جهاد بركات يفتي، وعلى ما لا يفتي، البلد بلده يعني. وهؤلاء الناس يراهم هو ذرا، لا يراهم أصلا أناسا بشرا. يقول جهاد بركات خلاص، هناك فئة من أهالي السويداء هم بل بدأوا يعزفون على هذه النغمة، أهالي السويداء الشرفاء وأهالي السويداء العملاء. الشرفاء يقول يعني رضوا بالواقع، وهذه نحن فترة حرب ومرحلة عصيبة وسوف تمر وننتصر على المؤامرة الكونية. هذا هو خطاب الأخ جهاد بركات، هو نفس الخطاب الذي قالته بثينة شعبان. وهؤلاء لا ينطقون من عندياتهم، إن هو إلا وحي يوحى من قصر المهاجرين. النظام صدر بثينة شعبان ثم صدر هذا جهاد بركات حتى يقول للناس التعامل سوف يكون أمنيا، لكن النظام لن يجرؤ، ونحن سوف نقول لماذا لن يجرؤ. لكن النظام يصدر هؤلاء، يعني جهاد بركات يريد أن يقول لهم لأهل السويداء ما قاله سفيان الثوري رحمه الله، الإمام سفيان الثوري على ما أعتقد، هذا زمان السكوت، هذا زمان السكوت واللزوم البيوت والرضا بالقوت إلى أن تموت. وفق هذا المبدأ على أهل السويداء أن يتصرفوا، وعلى أهل درعا ودمشق والجميع، زمان السكوت ولزوم البيوت والرضا بالقوت إلى أن تموت أيها السوري في مناطق حكمنا، وإلا فسوف نفعل ما يلزم. مقدس جهاد بركات، مقدس. ما صفته جهاد بركات؟ مغاوير البحث. من مغاوير البحث؟ وهذه البحث يعني عفى الزمان عليها، أكل الزمان عليها وشر. ما عاد هناك بحث. نسمي الأشياء بمسمياتها. بدوي الجبل عليه رحمة الله يقول كل فرد من الرعية عبد، ومن البعث كل فرد أمير، قالها في 68 والآن تتطبق. هي ليس من البعث، من آل الأسد. كل فرد من الرعية عبد، ومن البعث كل فرد أمير. نحن موتى وإن غدونا ورحنا، نحن موتى على الدروب تسير. رحمة الله على بدوي الجبل، هذه قصيدة وكأنها تقال اليوم يعني، وكأنها فعلا هذا جهاد بركات. ومن البعث ومن آل الأسد كل فرد أمير، يخرج لينظر على الناس ويقسم، هذا خان وهذا شريف وهذا عميل وهذا ليس عميل، بأي صفة هذا يخرج ليقول؟ قصيدة عظيمة هذه من وحي الهزيمة لبدوي الجبل، قالها في 68 بعد النكسة، بعد نكسة 67. وقتها كان القائد الخالد بطل التشرينين، كان وزير دفاع. أصلا اختطفوه من شوارع دمشق لبدوي الجبل، اختطفوه أكثر من يوم وضربوه، وخرج بعد هذا الاختطاف، والرجل ظل مريضا حتى 81 وتوفي على أثر هذا الاختطاف وهذا الضرب الذي تعرض له. خطف من شوارع دمشق بدوي الجبل. وقتها قال القائد الخالد بطل التشرينين هو الذي تواصل مع الخاطفين وهددهم فأفرجوا عنه. طيب أنت من هم هؤلاء الخاطفون، وأنت بأي صفة تتعامل مع هؤلاء الخاطفين؟ هذا هو الوضع. بدوي الجبل قتلوا ابنه منير وابنه عدنان وبنته جهينة وأخوه أحمد، أفنوا حافظ الأسد، أفنى هذه العائلة، أفناها. والكل يعلم طبعا أن آل الأحمد هم من العائلات العلوية العريقة ذات ورفيعة الشان، والتي كعبها عال تشكل خطرا هائلا على آل الأسد، الذي يناسبهم الآن جهاد بركات ويخرج ويهين الناس في السويداء. لذا كان لابد من إفناء هذه الأسرة. أصلا بدوي الجبل كان له صلات مع الملك فيصل رحمه الله، والرجل كان يخرج في وفود رسمية. الرجل يعني كان شخصية أكبر من سوريا، وكان شعره مليئا بالإسلام وبالعروبة. ذهب توفي في 81 رحمه الله، وهو من الشعراء المفلقين. كان حافظ الأسد يعتم عليه، على بدوي الجبل يعتم عليه،
وشاعر كبير بدأوا الجواب من العظام، شأنه شأن عمر أبو ريشة، كذلك عتم عليه حكم البعث. هو نزار قباني الذي نجا من هذا الحكم وصدر لنا سليمان العيسى، عتم على هؤلاء، قتل من قتل، اعتقل من اعتقل، نفى من نفى، وصدر لنا الشاعر الكبير سليمان العيسى. هذا الذي كسبناه من حكم بطل التشرينين. هذه الآن موقف السويداء، يعني موقف ما الذي يجري في السويداء. النظام خاف مما يجري في السويداء. الحقيقة المظاهرات التي خرجت يوم الجمعة أسمعت النظام أيما أسمع وأقلقته أيما قلق، لذلك هو صدر هذا جهاد بركات، وصدر قبل ذلك بثينة شعبانة. نظام خائف، إعلام النظام تعامل مع مظاهرات السويداء بمنطق الرعب والخوف، لفقوا على مظاهرات السويداء صور أسلحة وهذه البروباغندا، هؤلاء مسلحون وزعران وعملاء وخائفون. أسمعت من به صمموا في دمشق وفي اللاذقية يبدو هذه مظاهرات السويداء، لذلك خرج النظام بهذه الطريقة المهزوزة في التعامل، وما زال يرسل التعزيزات تلو التعزيزات الأمنية إلى السويداء. الآن الجماعة في السويداء قالوا نحن سوف نتريث حتى نرى كيف سوف إلى أين سوف تصل الأمور. الروس دخلوا على الخط، الروس أرسلوا وفد من حميميم، التقى نمير مخلوف، نمير مخلوف محافظ السويداء، مخلوف من العائلة الكريمة إياها. نمير قال لك نمير مخلوف هذا محافظ السويداء، التقى الروس بأي يعني بأي منطق الروس يذهبون ويلتقوا محافظ السويداء ويلتقوا رئيس فرع من الدولة كذلك في السويداء، وأخبروهم أنه والله يعني هذه التعزيزات التي أتينا بها من دمشق هي لضبط الوضع الأمني ولحفظ الأمن. يعني نمير مخلوف بدأ خرج بلهجة خائفة قليلا ومرتعدة قليلا أمام الوفد الروسي. الوفد الروسي موسكو لا تريد انزلاق الأشياء. لماذا موسكو لا تريد انزلاق الأشياء؟ البعض يقول هناك أكثر من تفسير في هذا الموضوع. الآن الجماعة يتريثون، الروس وعدوا خيرا، المراجع الدينية في السويداء تقول نحن ننتظر، إنها هنا منتظرون ونريد أن نرى أشياء يعني تتطبق على أرض الواقع. كان لافتا موقف الشيخ حكمة الهجري شيخ الطائفة في السويداء، كذلك الشيخ الدكتور سامي أبي ندى شيخ الطائفة في سامي أبو المنى شيخ الطائفة في لبنان، كذلك شيخ الموحدين في فلسطين المحتلة شيخ موفق طريف، هؤلاء كلهم أيدوا المحتجين. هذا التأييد، كذلك كان هناك تواجد كبير لشيوخ العقل أمام مقام عين الزمان يوم الجمعة الفائت، هذا موقف واضح قوي لعموم الطائفة في السويداء، وهذا الأمر يرعب النظام. دخلت موسكو على الخط، على خط التهدئة، والمتظاهرون في السويداء لهم مطالب وطنية يرفعون قرار 2254، ولهم مجموعة من المطالب أحرجت النظام وأحرجت موسكو. الحل لدى النظام هو أن أتى بداعش، لكن يبدو هذا الكرت محروق وما عاد أحد يلتفت لهذا الكرت لبادية السويداء الشرقية. الآن ما الذي سوف يحدث؟ الحقيقة هؤلاء في السويداء يديرون المشهد بحكمة، هم ينتظرون ويقولون نحن مستمرون، وهذا التأييد من شيوخ العقل في لبنان وفي فلسطين المحتلة يشي بأمر ما، وهو يدفع النظام لأن يحسب خطواته جيدا. لن يحدث صدام مسلح بين النظام والمتظاهرين في السويداء، لن يستعمل النظام القوة الباطشة والقاهرة كما يقول كثر مع المتظاهرين، وهذا الأمر يفتح الباب على مصراعيه لما بات البعض يسميه تفسخ سوريا الحديثة. سوريا سايكس بيكو هذه تفسخت، الآن هناك الأكراد لديهم دولة يعني واستقلال، وهذا الأمر إلى ما شاء الله يبدو. شمال غرب سوريا كذلك، الآن السويداء، هذا الأمر قد يفتح أيضا الباب لأشياء أخرى. بالتالي هذه سوريا سايكس بيكو بعد يعني بعد الحرب العالمية الأولى، ربما ما يحدث الآن في السويداء هو إعلان صريح وواضح أنه خلال السنوات القادمة هذه سوريا سوف تتفسخ. هكذا البعض يرى المشهد. حصل موقع تلفزيون سوريا على اللقطات الأولى للقاء الطفل فواز القطيفان بعائلته بعد الإفراج عنه إثر دفع ذويه مبلغ الفدية المطلوب وهو 500 مليون ليرة سورية. موقع تجمع أحرار حوران قال إن الخاطفين وضعوا الطفل أمام إحدى الصيدليات في مدينة ناوى بريف درعا،
مضيفا أن فواز بصحة جيدة، وذلك في رواية مخالفة لما زعمه إعلام النظام الذي ادعى متابعة القضية منذ أيامها الأولى. النظام منذ فترة وهو يتعرض لإهانات ومزيد ومزيد من فقدان ماء الوجه أمام مواليه، أمام مؤيديه. في هذه قصة الطفل فواز القطيفان، هذا عميد ضرار الدندل، هذا قائد شرطة درعا، خرج الحقيقة بتصريح يعني ما أنزل الله به من سلطان. هذا حنانيك سيادة العميد، حنانيك، هون عليك أرجوك، ليس بهذه الطريقة. تجاوز عتات النظام يعني في التأليف والأفلام الهندية بمراحل تجاوزهم سيادة العميد ضرار الدندل. حنانيك سيادة العميد، قال بالمتابعة المستمرة والتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي والإنتربول، الجماعة نسقوا مع الإنتربول، تم رصد الرقم الدولي، قال لك الذي تواصل عبره الخاطفون ومع ذوي الطفل، وتم تحديد الأشخاص المرتبطين بالرقم، ومنذ 4 أيام قمنا بمداهمة قرية الكتيبة، هذه يعني جنب قرية خربة غزالة ومدينة خربة غزالة، وتم إلقاء القبض على 4 أشخاص. ويعني يستمر سيادة العميد، سيادة العميد ضرار الدندل، لا ضرر ولا ضرار سيادة العميد ضرار، حنانيك حنانيك. قال لك الخاطفين قطعوا تواصلهم لمدة 1 يوم كامل بعد إلقاء القبض على هذا الشخص، تحسوا هذا الكلام في سانة في وكالة أنباء النظام، وتواصل الخاطفون مع عم الطفل وأعطوه موعدا جديدا على أتوسترات دمشق. درعا الحقيقة يعني هذا أين يعني، هذا على كوكب الأرض في محافظة درعا؟ درعا التي نعرفها، نحن نعرف إبطاء، نعرف نوى، نعرف الأشياء، عن ماذا يتحدث هذا الشخص؟ عن أي جغرافيا؟ هذه الجغرافيا على كوكب الأرض. قال لك الخاطفين أعادوا الاتصال يوم سبت وطلبوا أن يذهب الوالد إلى مدينة نوى وقرب مواقع الصوامع الحقوق. الحقيقة تفاصيل يعني، هذا يجب هذا سيادة العميد أن يشتغل بالدراما، سيناريست من الطراز الرفيع، سيناريست الرجل. والقصة وما فيها أنه أهالي الطفل جمعوا المبلغ الفدية 110,000 دولار، دفعوه دفعوا 110,000 دولار، والطفل مختطف منذ 3 شهور، والعالم بأجمعه شاهده في الفيديو الشهير الذي يرجو الخاطفين أن لا يضربوه. الأهالي الطفل، أهالي الطفل، أهل القطيفان الكرام المحترمين جمعوا 110,000 دولار، دفعوها للخاطفين، الخاطفون وضعوا الطفل في صيدلية في نوى وانتهى الموضوع، وقالوا للأهالي اذهبوا واجلبوا طفلكم، نقطة من أول السطر. وخرج ذهب قال للنظام، وقتها ذهب النظام والأجهزة الأمنية المختصة، الجهات المختصة ذهبت جلبت الطفل من الصيدلية إلى المنزل فقط، هذا الذي صنعته الجهات المختصة. لماذا كل هذا الكلام سيادة العميد؟ يعني أنتم فقط جلبتم الطفل من الصيدلية إلى البيت والتقطتم هذه الصورة الشهيرة للضابط، هذا ضابط النظام، هذا رتبة عميد مع الطفل فواز، تشعر أنه هو المختطف، يعني هو الذي تلقى 110,000 دولار. الكلام مؤكد، يعني هذه عصابات الخطف تنتشر في درعا وكلها لها علاقة مع الفرقة الرابعة ومع الأمن العسكري، وهؤلاء لديهم بطاقات أمنية ويتحركون بحرية عبر حواجز النظام. لا بل إن المؤكد إن هؤلاء يدفعون جزء من هذه الأموال التي يتلقونها عن الخطف
لجماعة النظام. القصة معروفة وواضحة، لكن النظام شعر بالإحراج بعد أن أخذت القصة صدى عالميا. يعني حب النظام أن يدخل على الخط وقال لك الجهات المختصة، وذهبوا إلى أهالي الطفل وأجبروهم على التصريح. قال والله عم الطفل يوجه شكره الخاص لسيادة السيد الرئيس، لماذا قال اهتم بهذه القضية؟ يعني مثل هذه، نفس موقف المرأة هذه صاحبة المنزل أعانها الله، هذه أم حاتم في قدسية، التي سقط على منزلها شظايا الصاروخ الدفاع الجوي الذي أطلقه النظام على الطيران الإسرائيلي. ذهبوا لعندها حتى تشكر القيادة على إطلاق الصاروخ، وهؤلاء ذهبوا إلى عم الطفل حتى يشكر القيادة. على ماذا يشكر القيادة؟ يعني العم مجبر، هؤلاء أبوه وعمه مجبر، يعني كل آتوا على الطريقة السورية المعروفة، طريقة المخابرات السورية المعروفة، مجبر يعني. لكن يشكر القائد على ماذا؟ هو القائد لم يفعل، هو والجهات المختصة، سوى أن جلبوا الطفل من الصيدلية إلى المنزل. نقطة من أول سطر. تحتاج كل هذا، تحتاج للموضوع كله. هل النظام الآن يروج؟ قال اعتقلنا الخاطف الثاني. ربما النظام خلال الأيام القادمة يخرج بتمثيليا والله اعتقل أفراد العصابة. لماذا؟ لأنه النظام تعرض إلى إحراج كبير حتى من مؤيديه. يعني مؤيدوه قرفوا منه وما عادوا يصدقون هذه الروايات السمجة واللزجة. لذلك ربما النظام يخرج خلال الأيام القادمة على إعلامه، قال والله اعتقلنا العصابة وأربع أشخاص وذهبنا من هنا إلى هنا، والإنتربول إنتربول يعني هم أصلا يعرفون كيف يتصلون بالإنتربول هؤلاء جماعة النظام. فربما النظام من شدة إحراجه ويعني برودة وجنتيه يقدم على هذا العمل. لكن الموضوع معروف في درعا، ودرعا على سيرة درعا، اليوم خرجت جنازة مصعب البردان عضو اللجنة المركزية في درعا في طفس، والهتافات كانت واضحة في طفس، شتم النظام وكأن درعا لم يحدث بها شيء. وهذه مسرحية التسويات التي ظل النظام يروج لها أكثر من شهرين، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. اليوم الجنازة في طفس وكأن الزمان يعود إلى 2011 تماما. استهدفت طائرة مسيرة تركية مقرا عسكريا تابعا لقوات سوريا الديمقراطية غربي مدينة عمودة بريف الحسكة الشمالي. مصدر مطلع قال لموقع تلفزيون سوريا أن المسيرة استهدفت مقر قوات حماية المجتمع في قرية جوهرية غربي عمودة، وأسفر الاستهداف عن إصابة عناصر عسكريين بجروح. من أخبار قسد كذلك، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن تنظيم الدولة يحيط بنا وتهديده ما زال قائما، مشيرا إلى أن قسد تلقت معلومات استخباراتية قبل الهجوم على سجن الصناعة لكنها فشلت في اتخاذ الإجراءات. في سياق متصل، مظلوم عبدي تعرض لضغوطات كبيرة من قبل حزب العمال الكردستاني لتحسين علاقته بتنظيم الشبيبة الثورية بعد أن وصف التنظيم في وقت سابق وصف الشبيبة بالمخربين. تنظيم الدولة يحيط بنا، إنه تنظيم مرن ونحن لم ننفذ مسؤوليتنا بشكل جيد.
أما على جبهتنا فما يزال حزب العمال الكردستاني يمارس الضغط علينا من أجل تنظيم الشبيبة الثورية. هذا الموجز، وإليكم التفاصيل. وكالة أنباء. قوات سوريا الديمقراطية وعلى لسان قائدها مظلوم عبدي تتحول إلى وكالة أنباء وتمد وسائل الإعلام بآخر أخبارها. ما الذي جرى في غويران؟ في الخبر الأول يشير عبدي إلى أن تنظيم الدولة ما يزال يحيط بقسد وتهديده ما يزال قائماً، وأن قسد تلقت معلومات استخباراتية قبل الهجوم على سجن الصناعة لكنها فشلت في اتخاذ الإجراءات. يحذر عبدي مما اعتبره ازدهاراً مقبلاً للتنظيم في لقاء مع وكالة أسوشييتد بريس، مضيفاً أن مقتل زعيمه لم يقلل من خطره، محملاً نفسه وقسد مسؤولية مشتركة عما حصل في سجن الصناعة غويران. جدلية العلاقة بالشبيبة الثورية. أما الخبر الثاني فعن مظلوم عبدي أيضاً، إذ يشكو من ضغوطات بات يمارسها عليه حزب العمال الكردستاني لتحسين علاقته بتنظيم الشبيبة الثورية بعد أن وصفهم في تغريدة سابقة بالمخربين المخالفين للقانون. تغريدة عبد حول الشبيبة الثورية أثارت غضب قيادة حزب العمال الكردستاني التي تعتبر تنظيم الشبيبة الثورية الركيزة الأساسية لنشر إيديولوجيا الحزب في المجتمع المحلي وتحظى بالدعم الكامل من قبل الحزب. انتهى ما تبقى غدا بإذن الله 9 مساء بتوقيت دمشق. ما تبقى جديد في أمان الله.